هلا والله. من أسهل طرق نقل المعلومات من الآيفون، جوالك الآيفون، إلى الأندرويد أو العكس، تحميل تطبيق كوبي ماي داتا. هذا بيسهل لك عملية النقل بشكل سريع، سواء من الآيفون للأندرويد أو من الأندرويد للآيفون. والطريقة سهلة، بحط لكم الخطوات، بحيث أنك تقترن الجوالين على نفس الواي فاي وبيطلع لك رقم مباشرة، تدخله هنا وتقدر تحدد كل المعلومات اللي انت تبغى تنقلها، تضغط نيكست، خلاص تحدد تبغى الكونتاكت، كالندر، الفون، الفيديو، حدد الاشياء اللي تبغاها. مثلا ما ابغى الفيديو، ابغى الصور والكالندر والكونتاكت، تنقلها لي هنا مباشرة، خلاص بيسوي اقتران وبينقلها لك. كذا تقدر تنقل من الآيفون للأندرويد أو العكس. أحط لكم تصميم عشان يسهل الواحد أن يطبقها بشكل بسيط.